فتقديم هذه الخدمة أو النتيجة اللي بنطلع بيها هي مشروع. ليه؟ لأن ليها بداية وليها نهاية، ولذلك يقول عليها أنها temporary. temporary بمعنى أنها مؤقتة. لكن الحقيقة مش فقط تقديم الخدمة أو النتيجة اللي هنطلع بيها أو حتى المنتج اللي هنطلعه، الأوتبوت أو البرودكتس اللي هنعمله، سواء كان مثلاً سوفت وير هتعمله أو هتنشئ مبنى معين أو هتطلع مجموعة قوانين أو هتبني الأهرامات، كل ديت مشاريع. ولذلك البيمبوك هتبص تلاقي كاتب لك أول مثال في البيمبوك على المشاريع هو بناء الأهرامات، عشان يثبت لك إن المشاريع وإدارة المشاريع موضوع اشتغلوا فيه من زمان، ما هواش حاجة جديدة. إذن المنتج أو الخدمة أو النتيجة اللي ليها وقت محدد، وقت بداية وقت نهاية محددة، نقول عليها إن هي مشروع. لكن في كمان كاركترستيك أو خصيصة تانية مهمة جدا، علشان لما تيجي تتخيل كده وأقول لك هو الجواز يا جماعة مشروع ولا مش مشروع؟ مين يقول لي إن الجواز مشروع ولا مش مشروع؟ اكتب كده على الشات لو سمحت، هل أنت شايف إن الجواز نقول عليه عملية زواج ولا مشروع زواج؟ اللي يقول مشروع زواج يكتب كده يقول نعم مشروع. تمام، أحمد جابر بيقول إن هو مشروع، وكمان ناس كتير بتقول إن هو مشروع. لا مش مشروع. هبة بتقول مش مشروع. طيب ممكن تشرح لنا يا هبة هو ليه مش مشروع وليه يا كريم هو عملية؟ طب نبدأ نسمع الأول من هبة عشان هي اللي كتبت. هبة ولا زهدي ولا مين؟ ليس مشروع، ده أحمد زهدي باين. هذا كلام كتير جدا. طيب اللي عايز يشارك معانا يرفع ايده علشان يبتدي يتكلم ويقول لنا مين شايف ان هو مش مشروع، يرفع ايده لو سمحتوا عشان نديله الفرصة انه يتكلم. كريم تفضل يا كريم، انت رفعت ايدك اول واحد تقدر ان انت تتكلم، تفضل. ايوه يا باشمهندس، السلام عليكم. لان هو مفهوش الخصيصة بتاعت ان هو مؤقت ودي نتائج معينة او دي يعني اهداف معينة مؤقتة، نقدر نقول مثلا بعد سنة او بعد سنتين نقدر نعمل evaluation وتقييم ليها. كويس، انت من هذا المنظور عندك حق، لكن احنا بنتكلم على مشروع الزواج اللي هو انت حضرتك النهاردة بتفكر في ان انت عايز تتجوز، ابتديت تعمل دراسة جدوى ولقيت ان الموضوع ينفع لو حضرتك من ناحية تانية، لو من ناحية تانية السؤال هل هو لبداية المشروع ده او لبداية لغاية ما تجوز هو مشروع؟ ايوه طبعا مشروع. بس كده هو ده السؤال. مهم جدا كمان. طبعا السؤال مش واضح والسؤال كان confusion. دي اسئله البي ام بي يا جماعه، اسئله البي ام بي هتلاقوها بالشكل ده، انت لازم تاخد بالك من السؤال لان فعلا الاسئله ممكن تكون يعني فيها شويه لخبطه. طيب شكرا يا كريم. في حد حابب ان هو يعني يشارك معنا؟ اوكي، الناس اللي كانت بتقول انه مش مشروع دلوقتي اقتنعنا ان هو مشروع، لان احنا نقصد مشروع الزواج من اول ما نفكر نتجوز لغاية ما فعلا نتجوز. محمد ابو عاصي عايز تقول حاجة؟ محمد تفضل. اوكي، طيب في حاجة تانية مهمة جدا عايز اكلمك عليها، وهي ان القصة مش قصة بس ان هو مؤقت، لا ده كمان في خصيصة تانية مهمة قوي، وتبص تلاقي في الامتحان بتجيلك بعض أسئلة تلخبطك، هو يا ترى اللي أنا اللي قدامي ده يعتبر مشروع ولا يعتبر عملية؟ الخصيصة التانية اللي تخليك تتأكد إن الموضوع اللي قدامك ده لأ ده مشروع مش مجرد عملية، إنه هو يكون يونيك بمعنى إنه فريد، أنه مختلف في بعض الخصائص عن فعل اتعمل قبل كده. يعني افرض انت اتجوزت مرتين، بعد الشر يعني عنك وعننا كلنا، لو انت اتجوزت مرتين هتقول لي ان حصل تكرار هنا واصبح الجواز مش مشروع، هقول لك لا،
المشروع الأولاني اتجوزت حد مختلف أو أنتي اتجوزتي حد مختلف عن المشروع التاني. لو أنت بنيت مبنى معين بتاع مثلا المكتب بتاعك في بلد ما وخدت نفس المواصفات وخدت نفس المساحة والتشطيبات وخدتها وكررتها في بلد تانية، هتقولي طب ما هو هنا في تكرار، ما هوش يونيك، لأن كلمة يونيك معناها مش متكرر، هنا حصل تكرار. هقولك لا، هو المكان اختلف والناس اللي هتشتغل في المكتب ده ناس تانية، والاستشاري ممكن يكون حد تاني، فده كله عملية اختلاف. يعني لو انت بتعمل مثلا لماكدونالدز، ماكدونالدز يا جماعة بيفتح فروع مختلفة، طيب الفرع الأولاني زي التاني زي التالت، هو نفس تيبيكال، هنعتبر فتح الفروع وبناء الفروع دي مشاريع ولا مش مشاريع؟ مشاريع، لأنها مختلفة في المكان وفي الزمان وفي الكاستمر وفي حاجات كتير. ده إذن كده أنا ممكن أعتبر حاجات كتيرة جدا مشاريع. تخيل إن لو عندك مصنع بينتج بنادول أو بينتج عربيات، فحاطت على خط الإنتاج بتاعه إنتاج عدد معين من العربيات كل شهر على حسب الكاباستي، بيطلع مثلا 10 عربيات في الشهر خط الإنتاج الأولاني أو 100 عربية وتقدر يعني. هل الإنتاج للعربية دلوقتي على خط الإنتاج نعتبره مشروع ولا أوبريشن متكررة وشغالة؟ مين يقول خط الإنتاج اللي بينتج عربيات يا جماعة أو خط الإنتاج اللي بينتج بنادول مشروع ولا عملية متكررة؟ اللي يقول مشروع يكتب مشروع كده، أوبريشن خط الإنتاج عملية متكررة، تمام صح، محدش اختلف، كلنا اتفقنا على إن خط الإنتاج عملية متكررة. تعال بقى أقول لك إن المشروع حديره بإدارة المشروعات البروجكت مانجمنت، والعملية المتكررة دي يا جماعة هقدر إني أحولها إلى مشاريع علشان أديرها بالبروجكت مانجمنت. بس الأول خليني أتفق معاك على إنه يعني إيه بروجكت مانجمنت، يعني إيه إدارة مشروعات. تاني، على حسب الـ PMI ستاندرد وعلى حسب البيست براكتس اللي اتفقنا عليه مع الناس اللي بيشتغلوا في الـ PMI واللي عملوا الكتاب، إدارة المشروعات هو استخدامك وتطبيقك لمهارات إدارة المشروعات وأدوات وتقنيات إدارة المشروعات، مهارات مدير المشروع وفريق العمل، معلومات إدارة المشروعات، كل الاستخدامات دي تستخدمها على الأنشطة الخاصة بالمشروع بتاعك عشان تحقق الريكوير. فالأول نعرف البروجكت وعرفناه خلاص، دلوقتي بنتكلم على البروجكت مانجمنت وعلى استخدامنا للأدوات والتقنيات والمهارات اللي في الآخر هقدر أحقق بيها المتطلبات. طيب في حد سأل سؤال، أنا هجاوب على سؤالك، بس لحظة ما خلص الكلام اللي أنا ابتديته. أنا عايز أسألكوا سؤال يا جماعة، لو أنت دلوقتي بتشتغل في مشروع وكان عندك متطلبات لهذه المشروع وحبيت يعني أنت تكرم العميل بتاعك وتديله شوية زيادة كده عن المتطلبات، هتبقى عملت بروجكت مانجمنت صح؟ يعني برضو هتستخدم المعلومات الخاصة بإدارة المشروعات والمهارات الخاصة بإدارة المشروعات والتولز والتكنيك الخاصة بإدارة المشروعات وهتطبقهم على البروجكت أكتيفيتي وهتديله المطلوب كله سواء فني أو إداري أو قانوني، لكن هتديله شوية زيادة، هتديله شوية كده فيتشرز وفانكشنز زيادة عن اللي هو طلب. أنت مدير المشروع طبعا، بورديني بيقول لا طبعا، بورديني شكله كده صاحب شركة أو بيشتغل في بيزنس فاعترض اعتراض شديد. طب لو أنا وفرت شوية فلوس يا بورديني كمدير مشروع، ده حقيقي مظبوط، out of scope، هبة بتتكلم على أنه out of scope، وائل بيقول out of scope، كلنا شايفين طبعا الشات وشايفين التعليقات وشايفين أن في حد هنا بيقول لي إبراهيم عزت بيقول ان لا ده ممكن يكون نوع من التسويق. طب هو دي شغلانتك يا ابراهيم؟ انا بقول لك انت مدير مشروع،
هل شغلانتك يا ابراهيم ان انت تسوق من جيب بورديني صاحب الشركه للشركه من غير ما بورديني يقول لك، من غير ما اديك اوثرايزيشن؟ تقدر؟ لو حد رايح يشتري عربيه تويوتا اروح انا اديله لاكسس؟ طبعا لا. انا عايز اجابه ابراهيم عزت. ابراهيم تقدر ان انت تدي العميل بتاعك من جيب صاحب الشركه من غير ما ترجع لصاحب الشركه؟ ما تقدرش يا ابراهيم، صح كده؟ لا طبعا. يبقى اذا لما اقول لك انت مدير مشروع وهتدي للعميل اكسترا، هتديله زياده عن المتطلبات، وتقول لي ايوه، هقول لك انت ما تقدرش اصلا. انت ما تقدرش اصلا لان ما عندكش صلاحيه، ما عندكش صلاحيه ان انت تدي زياده. هتجيب الفلوس منين؟ في مره واحد قال لي والله انا هوفر من المشروع وادي الزياده ديت للعميل بتاعي عشان ينبسط. ايه رايكم في الكلام ده؟ طبعا كلام مش مظبوط. انت كده قاعد بتدي العميل فلوس الشركه بتاعتك، انت مستأمن ومستخلف. كود اوف ايثيك يا باشمهندس هنا العكس تماما على اللي انت بتقوله. انت مستأمن ومستخلف على المال اللي معاك، وانت واخد ابروف سكوب وابروف بادجت، وما تقدرش ان انت تديله زياده. وزي ما في حد كتب هنا، فتحي كتب هنا وقال ده اسمه جولد بليتنج، والباشمهندس برضو خالد قال ده جولد بليتنج. احفظ بقى الترمينولوجي ده، احفظ المصطلح ده، لانه يعني ممكن يجي لك سؤال في الاختبار بهذا الشكل، او ممكن في حياتك العمليه وانت بتشتغل تقع في المطب ده. يجي لك العميل بتاعك ويبقى عايز طمعان في اكسترا فيتشر او فانكشن للسوفت وير اللي انت بتعمله له، او حته زياده كده في تشطيبه في البيت اللي جنب بيته اللي انت بتبنيه له وانت عايز تجامله، فتقول انا هديله الكلام ده. طبعا ما ينفعش انت تديله الكلام ده لان هيكون وراك كوست كنترول بيحاسبك، زي ما محمد مصطفى بيقول، لان انت ما عندكش الاثوريتي لهذا اصلا. ولو وفرت المفروض التوفير ده يروح لجيب الشركه بتاعتك and so on. وبنسمي الكلام ده ايه يا جماعه؟ جولد بليتنج. طبعا مش هتقدر ان انت تترجمها، يعني هو مصطلح معناه انك تعطي زياده للستيك هولدر او تعطي زياده للعميل بتاعك، وده ممنوع تماما كبروجكت مانجر. نرجع تاني ونقول هو البروجكت مانجمنت ايه هو؟ بروجكت مانجمنت يا جماعه زي ما اتفقنا هو عباره عن استخدامنا، طبقنا للنوليدج. انهي نوليدج بقى؟ تعال اسالك هنا سؤال مهم جدا، عشان ده من ضمن الاسئله اللي هتبص تلاقي للناس في الامتحان وفي حياتك العمليه. يجي في حياتك العمليه يقول لك ايه؟ انا عايز مدير مشروع، نعمل اعلان النهارده عشان نجيب مدير مشروع يكون عنده خبره ويكون عنده معلومات عن الاعمال الفنيه الفلانيه 1 2 3 4. افرض مثلا عايزين نجيب مدير مشروع علشان يدير مشروع كونستراكشن، فاحنا محتاجين ان احنا نجيب هذا المدير يكون مهندس مدني خبره في اعمال المدنيه والكونستراكشن 20 سنه. هل ده كلام صحيح؟ هل البروجكت مانجر انا عايزه يكون عنده دبس في المعلومات الفنيه؟ اللي يقول اه يا جماعه يرفع ايده او يكتب اه في الشات. مدير المشروع اللي احنا عايزينه؟ لا. تمام، لا، مظبوط، كل اجابتنا صح. الحقيقه ان الميدل ايست دلوقتي بيتغير، بيحصل تحول في السعوديه وبيحصل تحول في مصر وحصل تحول في الامارات. الناس بتتكلم دلوقتي على ما هو ده الواقع، ماشي، ما ده اللي انا بقول لك عليه دلوقتي تحول وهاني. بيحصل تحول دلوقتي، والناس والشركات الكبيره والوزارات واللي بيشتغلوا في الرؤيه، سواء رؤيه دبي او رؤيه ابو ظبي او رؤيه المملكه او رؤيه مصر، اصبح النهارده الفكر الجديد ان مدير المشروع النولج اللي المفروض تكون عنده، هنتكلم عليها في اخر المحاضره ان شاء الله، مش نولج تكنيكال. تمام يا بورديني، انا محتاج ان هو يكون عندي 1 مايل نولج اند 1 انش ديبس، يكون عندي معلومات عن كل حاجه ولكن ب 10 20% زي ما فتحي كاتب كده 1 انش ديبس فعلا في المعلومات الفنيه. طيب تعال ننتقل بقى الى السكيلز، المهارات. حضرتك لما تيجي
تشتغل كمدير مشروع. وبرضه هنقعد نتكلم على المهارات بعد شويه، لكن انا هنا عايز اسالك السؤال اللي ممكن تساله في حياتك العمليه او في الامتحان. لو انت مدير عايز تختار مدير مشروع، وقدامك مدير مشروع شاطر جدا في القياده وشاطر في التفاوض وشاطر في الكوميونيكيشن وشاطر في البروبلم سولفينج وشاطر في تيم بيلدينج، شاطر في كل هذه المهارات المطلوبه انه يستخدمها كسوفت سكيلز علشان يدير المشروع، اي من هذه المهارات هي الاهم؟ هل هي الليدرشيب سكيلز ولا الكوميونيكيشن ولا النيجوشيشن ولا البروبلم سولفينج؟ اي من هذه المهارات هي الاهم يا شباب؟ اظن ان كلنا عارفين اجابه هذا السؤال. الكوميونيكيشن طبعا هي الاهم. عمرك شفت واحد قائد ما بيعرفش يتواصل ولا يسمع ولا يتكلم ولا يكتب مع الاخرين؟ عمرك شفت واحد مفاوض نيجوشيتور ما بيعرفش يتكلم ولا يتواصل مع الاخرين؟ 100% الكوميونيكيشن، 70-90% من وقت حضرتك كمدير مشروع انت بتقضيه في الكوميونيكيشن. لما اقول لك بقى على التولز والتكنيكس اللي انت هتستخدمها، هتلاقي ان في تولز كتيره جدا هنتكلم عليها في اداره المشروعات، زي مثلا سي بي ام كريتيكال باث ميثود، زي مثلا ايرند فاليو، زي مثلا اكسبكتد مونيتري فاليو. كل دي تولز ومعاها تكنيكس زي نوليدج مانجمنت، كل دي هنتكلم عليها علشان نقدر يكون عندنا معرفه بيها. طب مين يقول لي يا جماعة ايه اهمية ادارة المشروعات بناء على اللي احنا قعدنا نتكلم عليه دلوقتي؟ اهمية ادارة المشروعات ده ليها اهمية كبيرة جدا في البيزنس. لو ما عندكش ادارة مشروعات جيدة، ما عندكش سيستم لادارة المشروعات، ما عندكش منهجية لادارة المشروعات، عمرك ما هتقدر تحقق الاهداف الخاصة بالبيزنس بتاعك، ولا هتميت الاكسبكتيشن للستيك هولدرز، ولا هتقدر ان انت تبقى مور بريدكتابل، هتفضل شغال زي الفاير فايتنج مان بطريقه رياكتيف مش بروكتيف. عندك ريسك مانجمنت تساعدك في الكلام ده. هتبص تلاقي ان احتماليات النجاح بدون البروجكت مانجمنت، بدون المنهجيه المعتمده، بدون البي ام او بروجكت مانجمنت اوفيس، احتماليته اقل فاقل فاقل. هتلاقي عندك ريورك كتير، هتلاقي عندك اشكاليات ومشاكل بتحصل كتير جدا. انت محتاج اداره المشروعات عشان تقدر تعمل اوبتمايزيشن للاورجانيزيشن ريسورسز. وخلي بالك لما اقول لك كلمه ريسورس اقصد بيها اربع حاجات. مين يقول لي ريسورس يعني ايه يا جماعه؟ الموارد نقصد بيها ايه؟ في اربع حاجات في الريسورس. اكتب على الشات من فضلك، انا عايز يبقى في نوع من انواع الانتر اكشن ولو بالتشات، لان ده بيحسن من الاستفاده. مان باور، ايوه مان باور، ماني، دول اتنين ام. ماتيريال لسه ام يا جماعه، في حد ما كتبهاش. الفيزيكال، فيزيكال ماشين. احفظ بقى معايا كده بطريقه لطيفه ان ريسورسز نقول عليها الفور ام. ايه الام دول؟ مان باور، الماشينري، والماتيريال، والماني. مفيش اكتيفيتي في الدنيا الا ويحتاج بعض هذه الموارد البشريه، الموارد البشريه والموارد الماليه والموارد المعدات والموارد الخام او بعضهم. طيب حد عنده اي سؤال او استفسار في الاثنين سلايد اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي؟ في تعريف البروجكت والخصائص بتاعته، في تعريف بروجكت مانجمنت. اجاوب بقى على سؤال الزميل اللي كان بيسال، لو ان البرودكت اتغير، لو ان البرودكت اللي موجود على الاوبريشن اتغير، في الحاله ديت هيبقى ايه؟ اوبريشن ولا عمليه؟ لو هو اتغير مره واحده، يعني انت قاعد بتنتج في بنادول وغيرت البرودكت خالص، خليته حاجه تانية لنفس خط الانتاج، انت قول لي بقى هيبقى عمليه ولا بروجكت برضه؟ يعني انا قاعد 10 ايام بندج بنادول، وبعدين قررنا ان احنا نعمل موديفيكيشن على خط الانتاج ونخليه ال 10 ايام اللي جايه هينتج حاجه تانية. ده كان سؤالك برضه يا باشمهندس ولا ايه؟ انا بحاول ارجع للسؤال، لكن اعتقد كده but if we you change the type of products what's the status؟ لو انا قاعد بغير في التايب اوف برودكت كل شويه هيبقى الموضوع مش واقعي اصلا، مفيش حد بيعمل كده.
إذن السؤال أساسا محتاج تفسير. فسر لي سؤالك لو تقدر تفتح الميكروفون وتكلمني وتديني مثال أقدر أجاوب. مين هو أحمد أبو بكر؟ طيب ما أعرفش أحمد أبو بكر راح فين. أحمد أبو بكر أيوة تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. لا أنت محتاج ميكروفون علشان خاطر ما يحصلش الكلام. تعالى ميكروفون. أنا آسف أنا عملت كله ميوت لأنه مش هينفع كده، أنا مش عارف إيه اللي حصل. أحمد أبو بكر تفضل. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام. معلش انا اسف جدا، انا لسه ما اشتريتش الميكروفون، ان شاء الله اشتري بكره. انت احمد سالم؟ اهلا باشمهندس احمد. اهلا احمد، ازي حضرتك؟ فرحتك ايه؟ اتفضل يا فندم. الله يخليك. هو السؤال حضرتك زي ما حضرتك انت فسرته مظبوط فعلا. يعني انا دلوقتي عندي خط انتاج مثلا، وفعلا خط الانتاج دوت كان بينتج بنادول، وبعدين الشركه عايزه تطرح منتج جديد في السوق، فهتوقف المنتج الاولاني اللي هو مثلا اكزامبل بنادول، هتبتدي ان هي تطرح منتج جديد مثلا. اللي انت بتقوله ده هو ده المشروع، التحول من الى هو المشروع، لان في الحقيقه المشروع باشمهندس احمد بيؤدي الى حاجه جديده. فكون ان هو يعمل عمليه الموديفيكيشن ويستخدم الريسورس ويعمل كل اللي انت بتقوله ده هو ده المشروع. وبعدين نرجع تاني الاوبريشن. تمام يا باشمهندس. وصلت كده؟ وصلت واضحه جدا يا باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا لك. واللي بيحصل النهارده في المملكه العربيه السعوديه، في عندنا الرؤيه اللي انا اشتغلت فيها الست شهور السنه اللي فاتت، رؤيه المملكه العربيه السعوديه اللي بتتكلم على ان المملكه عايزه تكون رابطه للقارات الثلاثه، عايزة تكون قلب الأمة العربية والإسلامية، عايزة تكون يعني المستودع الخاص به أو البنك الخاص به الاستثمارات. ثلاث حاجات موجودة في الرؤية بتاعت المملكة العربية السعودية اللي من خلالها عملوا مجموعة من البرامج والمشاريع عشان يحصل هذا التحول. المشاريع كمان يا جماعة بتعمل تحول. لو حضرتك في عندك حالة معينة ان ما عندكش مبنى، ما عندكش خدمة، ما عندكش نتيجة ما، وعايز تتحول الى المنتج الجديد تطلعه، الى الخدمة لشركة معينة تقدمها، الى الى الى، ده بيقول عليه انه يكون التحول او المشروع. في المهندس محمد مصطفى بيقول زمان كان تعريف البروجكت مانجمنت هو استغلال الموارد المتاحه لتحقيق الاهداف المطلوبه، صح ده ولا اتغير؟ صح، بنستخدمه في جورج واشنطن على فكره. انا لسه يوم الاربعاء اللي فات مستخدم هذا التعريف وانا بتكلم في اللقاء اللي احنا عملناه يوم الاربعاء في بي ام هاوس. لكن احنا اتفقنا يا باشمهندس محمد مصطفى على ان احنا النهارده بنتكلم على البيمبوك الاصدار السادس، وبن يعني كوميتد وملتزمين بالتعريفات اللي موجودة في البيمبوك. نستطيع ان احنا نجد تعريفات اخرى، ما هيش غلط، كل التعريفات بدم تؤدي الى نفس الجول هي صحيحة، ولكن بما اننا تبنينا البي ام اي ستاندر فحنلتزم بتعريف البي ام اي. واضح يا باشمهندس محمد؟